أكيد إنك تشوف خواتك وأهلك وناسك وبنات بلدك إنهم يقدمون هذا العرض اللي يعني نفخر فيه نحن كسعوديين، هذا شيء جميل صراحة وشعور لا يوصف اليوم. صراحة تطورات مرة جميلة، أشياء جديدة، يعني بكل شيء السعودية مختلفة هذه السنة تماماً. بإذن الله بتكون بالأعوام القادمة أفضل بكثير. حلمه صار إن المرأة صارت يعني غير عن أول، تطورت وتحقق هالحلم للأمانة، يعني مع مرور سنين تغيرت السعودية 180 درجة.